العذراء مريم والدة الإله، بركة شفاعتها تكون معنا جميعا. الأيام الحلوة بتتقضي بسرعة، ففضل ليلة تانية في من ليالي الصوم المقدس. ربنا يعيد عليكم الأيام بخير. بنعمة ربنا هنتكلم الليلة دي في فضيلة من فضائل القديسة الطاهرة والدة الإله، علشان نتعلم من فضائلها. في الصلاة اللي بيصليها الأب الكاهن قبل التحليل، زي ما احنا صلينا التحليل في العشية، أما يطلب للشعب كله بيقول له ربنا زينهم بالفضائل، زينهم بالفضائل. فكلنا محتاجين ان احنا نحيا حياة الفضيلة، حياة البر. القديسة الطاهرة والدة الإله هي كاملة في عدد الفضائل، وكاملة في درجة الفضيلة. فبنتعلم من اتضاعها، لأن الاتضاع فضيلة ضرورية لكل الفضائل. يعني لو الإنسان مننا عنده أي فضيلة، بدون فضيلة الاتضاع تضيع منه. فعشان كده الإنسان المتضع ما تخافش عليها من السقوط، لأنه حاسس إن هو ولا حاجة، ولكن قوته من عند ربنا. بنتعلم من إيمان القديسة الطاهرة والدة الإله. وفي سنة من السنوات كنت كلمت حضراتكم عن الإيمان في حياة القديسة الطاهرة العذراء مريم. بنتعلم من طاعتها لربنا، وبنتعلم من حياة الصلاة الدائمة اللي هي كانت عايشة فيها، زي ما بيقول القديس لوقا الإنجيلي إنها كانت تحفظ كل هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. فالتفكير في القلب ده يسموه الهزيز، وده من أعلى درجات الصلاة، أو يسموه اللهج. بنتعلم من محبة القديسة الطاهرة والدة الإله، وبنتعلم من إنكارها لذاتها، بنتعلم من طهارتها، لأن هي العذراء كل حين، عذراء قبل ما تحبل برب المجد يسوع، وعذراء بعد ما حبلت برب المجد يسوع، وعذراء بعد ما ولدت السيد المسيح له المجد، فهي العذراء كل حين. بنتعلم من احتمالها وصبرها، ودي الفضيلة اللي احنا هنتكلم عنها الليلة دي بنعمة ربنا. وبنتعلم من الكايندنس بتاعت القديسة الطاهرة العذراء مريم، وبنتعلم من حكمتها السمائية، حتى آباء الكنيسة يتأملوا في رد القديسة الطاهرة والدة الإله على رئيس الملائكة لما قالت له: هوذا أنا أمت الرب ليكن لي كقولك. يقول إن ردها دوت حاجة عجيبة جدا، ما حدش يقدر يرد الرد دوت، لا كان من البشر ولا من الملائكة. محتاجين نتعلم من احتمال القديسة والدة الإله. ليه نتعلم من احتمالها؟ كل واحد مننا في الدنيا دي بيمر بمتاعب، كل إنسان مننا بيمر بضيقات. فمرات الإنسان بيحارب، يقول لي أنا ليه بمر بضيقات؟ يمكن علشان أنا إنسان وحش، يمكن علشان ربنا ما بيحبنيش. يقول هو مش المفهوم كده، لا، هي ايه اللي عملته العذراء مريم عشان تحتمل كل اللي احتملته؟ ايه اللي عملته وحش؟ ما عملتش حاجة وحشة خالص، عايشة حياة القداسة، عايشة حياة البر، عايشة حياة الفضيلة، وتألمت اكتر مننا كلنا بمراحل. فلما نبص للعذراء مريم نتعزى، يقول ده أنا اللي حصل معايا ولا حاجة مقارنة باللي حصل مع القديسة والدة الإله. فإحنا هنا في العالم في وادي الدموع، فلابد أن الإنسان يتعلم من احتمال القديسة الطاهرة والدة الإله وصبرها.
لأن بيعلمنا الكتاب المقدس بيقولنا كده: بصبركم اقتنوا أنفسكم، بصبركم اقتنوا أنفسكم. يا ريت الواحد يرددها كده لغاية ما تبقى في باله باستمرار: بصبركم اقتنوا أنفسكم. مرات كتيرة الواحد ما يكونش عنده صبر ويستعجل في الرد ولا يستعجل في الكلام ويرجع يندم نفسه ويقول يا ريت كنت صبرت، يا ريت كنت احتملت، يا ريت كنت سكت، يا ريت ما كنتش دنت الإنسان اللي أنا دنته. فمحتاجين إن احنا نتعلم من احتمال القديسة والدة الإله. نشكر ربنا إن ربنا ادانا القديسة العذراء مريم نموذج كامل في كل الفضائل، عشان هي أم لينا كلنا نتعلم منها ونتعلم من حياة الفضيلة اللي هي كانت عايشاها. القديسة العذراء مريم عاشت حياة الاحتمال والصبر كل حياتها. كاتب عنها الإنجيل كده الكتاب المقدس في سفر نشيد الأنشاد بيقول: كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. مين السوسنة بين الشوك دي؟ العذراء مريم. عاشت زي السوسنة كده، زي وردة جميلة وسط الشوك. الشوك ده شوك التجارب، الشوك ده شوك المحن وشوك الضيقات اللي مرت بيها، الشوك ده حتى شوك الناس، لأن في ناس شوك لنفسهم ولغيرهم، شوك لنفسهم تعبين نفسهم وشوك لغيرهم لأنهم سبب عسرة وتعبين ومضايقين غيرهم. فكالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. وأي حد مننا يمشي في خطوات القديسة والدة الإله هينطبق عليه نفس الآية. ربنا يقول عنه كده: كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات، لأن المسيح هو عريس نفوسنا كلنا. والقديس كبريانوس الشهيد بيقول: الصبر يغني حياتك الروحية، الصبر يغني حياتك الروحية. فبيقول لما الإنسان يحتمل في الضيقات اللي تمر بيه يخلص من الخطية ومن نار جهنم. لما الإنسان يحتمل الضيقات اللي بتمر بيه ويصبر يخلص من الخطية ومن الضيقات اللي في العالم. آية جميلة في سفر هوشع الإصحاح الثاني، ربنا بيقول عن كل حد مننا كده، يقول: لذلك هأنذا أسيج طريقك بالشوك. ربنا يقول علينا كده: أسيج طريقك بالشوك. نشوف كلمة أسيج يعني ايه؟ يعني أعمل سور، هعمل سور حواليك بالشوك. ليه؟ يقول علشان أحميك. تخيل كده يعني كرم وعاملين شوك حواليه، سور بالشوك، يقول عشان أحميه. الشوك ده مرات بتبقى محن، مرات بتبقى تجارب، بس تحفظ الإنسان في الطريق، ما تخليش الإنسان إنه يبعد. تيجي تبعد كده تلاقي شوك، تيجي تبعد كده تلاقي محن، ترد الإنسان مرة تانية للطريق الصحيح. فديت مش من أجل إني الله مش غاوي إن يخلينا نتألم ونتعب ونتضايق وهو يبقى مبسوط بضيقنا، لا، ده في الحقيقة الكتاب المقدس بيقوله: في كل ضيقتهم تضايق. وحتى لما حد بيقرب مننا يقول: من يمسكم يمس حدقة عينه. فمش ربنا مش بيعمل كده عشان مبسوط بضيقنا وخلاص، لا، ده بيعمل كده لأن ده ضروري لينا عشان يخلينا نلجأ ليه أكتر، نعيش معاه، لأن دي طبيعة الإنسان. كل ما الإنسان ارتاح بزيادة كل ما بعد. ده بيقول إن أنا مرات يعني في سفر هوشع برضه يقول: أديهم فضة وذهب كتير يروح يستخدموها البعل. يعني الله يدينا ثروة، يدينا مال، يدينا غنى نستخدمه لملذاتنا،
من عندي فلوس كتيرة بقى فأكل على مزاجي وأشرب على مزاجي وأجيب اللي أنا عايز أجيبه ومش هفكر في حد غير في نفسي، فديت بتبقى صعبة على الإنسان. الضيقات والمحن اللي بتمر على الإنسان وأي متاعب تخليه الإنسان كده يقول إيه؟ الأرض ما فيهاش راحة كاملة. الراحة الكاملة فين؟ في السماء. لو أنا مرتاح 24 قراط على الأرض أقول لك أفكر في السماء ليه؟ مش عايز سماء، ما أنا مرتاح. لكن الضيقات بتخليني أقول لك إيه؟ أصبر، احتمل، معلش، هي كلها فترة بسيطة تنقضي بأي شكل من الأشكال، المهم إن أنا أبقى في الراحة الأبدية، المهم إن أنا أبقى في الراحة الأبدية. عشان كده بيعلمنا الكتاب في سفر التكوين إصحاح 14 يقول إنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. إنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. عشان كده ماري إسحاق المتوحد قال الضيقة والتعزية الصنوان لا يفترقان، إذا وجدت الأولى تبعتها الأخرى، ومن يهرب من الضيقة يهرب من الله. من يهرب من الضيقة يهرب من الله. ليه أنا بقول لكم كده؟ لأن في أيامنا ديت بيجي الاحتمال قليل، ما حدش عايز يحتمل حد، ما حدش عايز يصبر على حد. وأبسط كلمة عند الواحد يقول لك أنا إيه اللي غصبني على كده، أنا إيه اللي غصبني على كده. ده مرات أهل البيت ما بيحتملوش بعض، لا الزوج عايز يحتمل مراته ولا الزوج عايزة تحتمل جوزها، ولا هما الاثنين عايزين يحتملوا الولاد. فمحتاج الإنسان أن يبقى عارف أنه إزاي يكون عندي احتمال، إزاي يكون عندي صبر. الصبر والاحتمال للضيقات والمتاعب اللي بتمر بالإنسان هي اللي بتصنع القديسين، هي اللي بتصنع القديسين. ويحتمل الإنسان بسلام، يحتمل براحة كده. عشان كده مرات كتيرة تسمع أباء الكنيسة يعلمونا كده يقول له احمل صليبك بالشكر. شوف إيه هو صليبك. أنتوا كنتوا مبروكين أنه أول واحد من الأباء الكهنة يخدم عندكم أبونا بشوي كامل الله ينيح نفسه، ودي اللي كانت الحاجة المشهورة فيه اللي دايما في تعليمه إيه؟ الصليب. إن الإنسان يعني طب إيه هو صليب يا رب؟ وإزاي إن أنا أحتمله بشكر؟ إزاي إن أنا أحتمله بشكر؟ الصليب اللي يحتمله الإنسان بشكر سواء لو سمح به ربنا في حياة الإنسان أو لو ضيقت حتى جاية من الناس، يعني حد مضايق حد من الناس والتاني يحتمله، التاني يحتمله. مرة كنت جريت حكاية عن واحدة ست، الست دي كانت ربنا موسع عليها ومديها خيرات كتير، فراحت للأب الأسقف قالت له يا سيدنا أنا عايزك تبعت لي واحدة ست كده تكون محتاجة ملهاش حد يعولها، تيجي تعيش معايا في بيتي، بيتي واسع، تأكل وتشرب معايا وأنا أخدمها. فقال لها حاضر، فبعت لها واحدة ست. فرجعت بعد فترة قالت له لا دي ما تنفعش خالص. قال لها دي مضايقاكي؟ قالت له لا. طب ما تنفعش ليه؟ قالت له ده أنا كل حاجة أعملها لها تقعد تدعي لي وتشكرني وتطلب لي، أنا مش عايزة كده، أنا عايزة واحدة أنا أخدمها وهي تقول لي كلام وحش. فقال لها طب ده متوفر، نبعت لك واحدة كده. فهي عايزة حد تحتمله، عايزة حد تحتمله، مش عشان حد يمدحها وحد يشكر فيها. دي الست العذراء لما الملاك مدحها عملت ايه؟ عملت ايه؟ اضطربت. مش بيقول لها خافت واضطربت وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحية، يعني ليه ده كل اللي بيقوله السلام لك وممتلئ نعمة والرب معك، مش متعود على المديح، مش عايزاه. إنسانة بتضطرب من المديح، إنسانة بتضطرب من المديح. عشان كده قال لها لا تخافي يا مريم، أنت وجدت نعمة عند الله، لا تخافي يا مريم لأنك وجدت نعمة عند الله.
واللي يحتمل بيعلمنا كده الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الأولى، بيقول خف ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبد. خدوا بالكم من الكلمات لو سمحتوا، خفت. خفت يعني خفيفة. مرات الإنسان بيستثقل الحاجة اللي تيجي عليها، لكن هي في الحقيقة خفيفة ووقتية مش هتدوم. الله من محبته ورحمته خلى الوقت اللي ممكن نتضايق فيه وقتي محدود، والوقت اللي نكافئ فيه غير محدود. فخف ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. وقول في رسالة روميا، فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فيه. يعني مهما نتضايق، مهما نتألم، مهما نتعب، ده لا يقاس مقابل البركة والنعمة اللي ربنا هيديها للإنسان. ست العذراء في احتمالها، أول حاجة احتملتها الفقر. واحدة كده عاشت يتيمة أب وأم. يعني لو أي حد مننا تعبان ولا متضايق يقول لي طب تعال نشوف الست العذراء، أطهر واحدة في العالم اللي فاجت الملائكة، محدش تعب زيها. واحدة عاشت يتيمة الأب والأم، ولما حتى ودوه عند يوسف النجار كان راجل ظروفه على ايه؟ على كد حال. دي والدة الإله، يعني ربنا قادر يخليها تعيش أعظم من أي ملكة من الملكات اللي انتوا قريتوا عنها في التاريخ. لكن عاشت فقيرة. فمرات الإنسان يتضايق بقى لو ظروفه المادية محدودة، ويبص للناس اللي عندهم، عشان كده تلاقيه مش مبسوط مش مرتاح. ده أنا مرة قريت عن واحد يقول كان مفلس، فمن ديجو قال أنا ليه عايش كده معيش فلوس وزهقان، يعني ما عندوش فلوس حتى يجيب شوز ماشي حاف. فقال أنا الدنيا دي ملهاش طعم، أموت أنتحر. فقعد يفكر كده، طب انتحر ازاي؟ قال ارمي نفسي في المي. هو رايح يرمي نفسه في المية، فلقى واحد هانديكاب من غير رجلين على الكرسي بتاعه ماشي كده وبيغني. فقال يا ربي عندها ما عندوش رجلين وقاعد يغني، وانا عندي رجلين ومستصعب ان ما فيهاش شوز، فرجع عن الانتحار اللي كان رايح. فمرات الانسان كده بيحس انه ظروفه المادية متضايقة، ويقول لك أنا ليه ربنا سامح لي بكده؟ يقول يمكن لو ربنا سامح ليك بمال كتير يمكن دوت كان هيكون سبب ضياع أبدي ليك، ولا هيبعدك عن ربنا. فمحتاج الإنسان يحتمل. العلامة أوريجينوس بيتكلم على الفقر اللي كانت عايشة فيه القديسة الطاهرة العذراء مريم، يقول علشان كده لما حبت إنها تقدم رب المجد يسوع للهيكل، بيقول إنها ما كانتش تملك خروف. عارفين لما الإنسان بيحب إنه يعمل مثلا ضيافة، ولا يحب يقدم أحسن حاجة، ويحب إنه يقدم حاجات كتيرة ويبين إنه هو عنده كده، ما كانش تملك. احنا كنا في الصعيد لو واحد كده ربنا اداله ولد ولا حاجة يحب إنه يروح يجيب له عجل كمان مش خروف. ولكن هي اللي كانت تملك الزوج حمام أو فرخي يمام، زوج حمام أو فرخي يمام، ده اللي بيتكلم عنه العلامة أوريجينوس. ده مش من العذراء بس، يقول القديس بولس الرسول، فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح إنه من أجلكم افتقر وهو غني، من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره، تستغنوا غنى روحي. يقول لها ما جعل الله أغنياء هذا فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان. يعني في ناس فقراء في العالم، فقراء ماديا، لكن أغنياء في الإيمان. فعشان كده
يعني بدل ما مرات الواحد يفكر كده، انا عايز اعمل حاجه لاولادي، عايز اترك لهم مال كتير. طب ما بتشوفوش في حياتكم ناس ابتدت تشتغل وتتعب كتير خالص وتهمل في اولادها وتعمل لهم اموال كتيره ودول اولاد ضيعوها، لانهم بينما كانوا بيعملوا لهم ثروه اهملوا فيه في تربيتهم، ودول اولاد ضيعوا. يقول لو تركت لهم الايمان، لو تركت لهم تربيه صالحه، ده كانوا هم يعيشوا يبقوا مبسوطين، كانوا هيعيشوا يبقوا مبسوطين. فالله يدينا ان احنا نكون اغنياء في الايمان، اغنياء في الايمان. والعلامه أوريجينوس بيكمل يقول حتى رب المجد يسوع لما اتولدت ولد من ام ايه؟ فقيره، اتولد من ام فقيره، والبلد نقول بيت لحم لست ايه الصغرى، بلد صغيرة، بلد صغيرة. حتى البلد اللي عاش فيه عاش فين؟ في الناصرة. لما جه فيلبس يذكر قدامنا سنائيل من وجدنا مسيا من الناصرة، قال له قول كلام زي غير كده، من الناصرة يخرج شيء صالح؟ من الناصرة. مرات الناس برضها بتتباهى، يقول لك أنا عايش في الزمالك ولا جاردن سيتي ولا هنا، هتقول بوفرلي هيلز ولا، يقول لا ده اتولد في مكان بسيط، ده مش في بيت لحم بس، ده لما اتولد ما كانش لقى مكان، اتولد في مزود، يعني ما فيش أصعب من كده. ولما تربى وعاش، عاش في الناصرة لما تربى، وقال ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. كانت أصعب علينا حاجة في الصعيد لما واحد بعد عنكم ينتقل ويبقى ما عندوش حتى قبر. يقول رب المجد يسوع حتى لما مات على الصليب ما كانش عنده قبر، ده أخده يوسف الرامي عنده، أخده يوسف الرامي عنده. فبيعلمنا أول حاجة احتمال لو الإنسان متضايق في معايشه. الحاجة الثانية شوفوا سمعان الشيخ لما الست العذراء أخذت رب المجد يسوع عشان تقدمه في الهيكل، شالوا كده سمعان الشيخ وكلم الست العذراء، أنا مش أنا عارف إنكم متأكد إنكم عارفين إيه اللي دار ما بين سمعان الشيخ والقديسة والدة الإله، وجي قال لها كده أنت أيضا يجوز في نفسك سيف. عايزكم تحسوا بالكلمات، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. طب دي محلة، دي والدة الإله. لكن كون إنها والدة الإله ده مش معناه إنه ما يخليهاش تمر بالألم ولا بالضيق. والسيف اللي قال عليه سمعان الشيخ أباء الكنيسة اتأملوا فيه بطرق متنوعة، أقول لكم بس بعض الأفكار اللي قالوها الأباء إيه هو السيف ده اللي هيجوز في نفس القديسة والدة الله، ولتعلن أفكار من قلوب كثيرة. أول حاجة قالها يوحنا الدمشقي، يقول إن العطايا اللي كانت موجودة عند الست العذراء والفضائل اللي في حياتها تفوق كل البشر. والست العذراء الوحيدة في العالم اللي ولدت بدون ألم، وده كلام أباء الكنيسة مش كلام. وأباء الكنيسة حتى لما تكلموا عنه ما تكلموش من تخيلوا، ده في آية بس الناس مش بتاخد بالها ليها في سفر أشعية أصحاح 66 عدد 7، بيقول قبل أن يأتيها المخاض ولدت، قبل أن تتألم ولدت ابن ذكر. فالقديس غرغوريوس اسقف نيسس أخو القديس باسيليوس الكبير اللي بنصلي القداس الباسيلي قال إن الآية دي عن العذراء وماريا، ومش هو لوحده، أباء تانيين كتير من ضمنهم يوحنا الدمشق قال إن العذراء ما مرتش بألم الولادة لكن مرت بعد كده بألم أصعب من ألم الولادة.
قال احتمال ألام رب المجد يسوع. أم شايفة ابنها متسمر بالمسامير قدامها، ما تقدرش تعمل حاجة، وعارفه مين. يعني لو أم عارفة مثلا ابنها يعني ده فاشل ولا عمل جريمة ولا عمل نعم، عارفة ان ده ابن الله وانه جاي ليه. عشان كده احنا في الأجبية بنقول ايه، احشائي تلتهب عند نظر الى صلابوتك. وباحتمال، باحتمال ازاي؟ يقول كنا واقفات مش منهارات، كنا واقفات عند صليب يسوع امه واخت امه مريم زوجة قلوب، احشائها تلتهب وواقفة كده تبص للصليب. فعشان كده يوحنا الدمشقي بيقول ان صحيح ان العذراء ما تألمتش في الولادة، لكن تألمت ألام أصعب في ألام الصليب. الحاجة التانية، أنت يجوز في نفسك سيف. فالكلام اللي جاي ده كلام ماري فرام السوريان اللي يسموه قيصارة والروح القدس. بيقول لما آدم وحواء أخطأوا، ربنا عمل لهم إيه؟ طردهم من الجنة. وعمل إيه على الجنة؟ وضع شاروبيم. الشاروبيم ده معه إيه؟ معه السيف لحماية طريق شجرة الحياة. يقول السيف اللي كان بيحمي طريق شجرة الحياة هو ده السيف اللي جاز في نفس العذراء ومريم عشان يشال من طريقنا، عشان يشال من طريقنا. يقول Mary removed the sword that protected paradise because of Eve. يقول انت يا حواء بسببك نزل السيف عشان يمنع الانسان من الجنة دخول الجنة، السيف ده شالته العذر. شالته ازاي؟ قال جاز في نفسها هي، جاز في نفسها. حبيت انت تريح نفسك وتاكلي من الشجر على مزاجك وعجبتك، طب واحدة تانية تتألم قصادك، واحدة تانية تتألم قصادك. فده كلام ماري إفرام السوريان. ويقول الشك اللي شكته حواء في كلام ربنا لما قال لها لو كلت من الشجر هتعمل ايه؟ هتموت. وما صدقتش، ناكل مش هنموت، مش هجرنا حي. ابليس قال ان احنا مش هنموت فصدقت الكذاب. فجت القديسة ولدة الإله عشان تحتمل هي السيف دوت. الحاجة الثالثة، يقول السيف هو كلمة الله. ده كلام القديس امبروسيوس اسقف ميلان معلم القديس اغسطينوس. يقول السيف ده كلمة الله. أنت يجوز في نفسك سيف لأن أنت عارفة كلمة رب، لأنك أنت عارفة كلمة رب. فبيقول القديس امبروسيوس لأنه معروف من الرسالة للعبرانيين أن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميز أفكار القلب ونيات. كلمة الله حية وفعال وأمضى من كل سيف ذي حدين. مرة كنت ذكرتها ما عرفش قلتها قدامكم ولا لا، سيف ذي حدين. ليه كلمة الله سيف ذي حدين؟ ليه ما تنفعش ذي حد واحد؟ يقول ما أنا أصله أول ما أسمع كلمة ربنا يا إما تقطع الشر مني يا إما هتبقى سيف على رقبتي. أنا سمعتها وما عملتش بيها، فتبقى دينون علي، تبقى دينون علي.
فعشان كده هي سيف زي حدين، يقول يا إما تقطع الخطية يا إما تقطع الخاطي. To cut the sin or to cut the sinner. كلمة الله حية فعلا أمضى من كل سيف زي حدين، وخارق إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل، بتدخل لنفس الإنسان. أقول له يا رب كلمتك زي السيف بتدخل لجوايا، تقطع مني كل حاجة وحشة، تقطع مني كل شر، تقطع مني كل خطية. الواحد يمسك كلمة الله كده كتاب مقدس يقرأ فيه ويشوف كده، طب إيه اللي فيه يا ربي ما يتفقش مع كلامك عشان تقطعه مني؟ فطهرني. يبقى كده الإنسان بيستفيد، بيقطع منه الشر، يقطع منه الخطيه. فيقول يجوز في نفسك سيف القديس امبروسيوس، يقول اه ما هو في سيف داخل الست العذراء هو كلمه الله. يقول ولا تعلن افكار من قلوب كثيره، كلام القديس باسيليوس الكبير، بيقول دوت نتيجة اللي حصل في صليب رب المجد يسوع، أعلنت أفكار كثير، ابتدى بقى اللي عنده حاجة يقولها، ابتدى اللي عنده حاجة يقولها. فالست العذراء احتملت يتيمة، عاشت يتيمة، واحتملت حياة الفقر اللي كانت عايشة فيه، واحتملت النظرات حتى بتاعت الناس. أقربها يوسف النجار، يوسف النجار قديس عظيم، الراجل من حنيته بس قال أراد إيه تخليته سر، بس ما تقعدش معاه، تبعد تخليته، يعني أرحم حاجة ممكن يعملها أقول لها يعني أنت في حالك وأنا في حالي، بس يعني مش هشهر بيكي، لم يرد أن يشهرها، مش هشهر بيك عشان ما يرجموكوش ولا ما يعملوا حاجة، ابعتها كده في السر وخلاص. ليه؟ لأن حتى لما جالها الملاك ما قالتلوش، هتقول له ايه؟ ويا ترى لو كانت قالت قدامه كان هيصدق؟ فعشان كده أعلنت أفكار كثير، أعلنت أفكار كثير. الحاجة الثانية الهروب لمصر، الهروب لمصر من درجات احتمال القديسة ولادة الله. واحدة ولدت دي فتاة صغيرة على 15 سنة، ولقيت ملك واقف قصاده بعساكره، ده لناس غلاب، فجاء الملك كده وقال له مهربوا خلاص يهربوا. بس الهروب ده في وقتها كان حاجة صعبة، ده احنا مرات بنستصعب رحلة تكون بطيارة ولا تكون بأتوبيس ولا بعربية ولا بحاجة. فتخيلوا كده من بيت لحم لغاية ما تيجي صعيد مصر، دي واحدة مش هتروح علشان تنزل في لوكندات وأوتيلات فايف ستارز، بس تحتمل. يعني مرات الإنسان يفكر إيه؟ أنا أعيش معاك يا رب، معنى أن أنا أعيش معاك أنك تجنبني أي متاعب. مش بتلاقوها ناس في حياتها الروحية كده يجي لها تعب ولا حاجة يقول لها خلاص أنا مش عايز أعيش مع رب، ما أنا دينا عايش معاه وتعبه. يفكر أن العلاقة مع ربنا تبقى علاقة من أجل أن الإنسان يعيش إيه؟ مستريح وخلاص. فعشان كده الإنسان ما بيبقاش عنده احتمال. فشوفوا المسافة على عذراء 15 سنة ومحى ابنها وراجل عجوز، راجل كبير يوسف النجار، وياخدوا الرحلة ديت
اللي يقبلوهم واللي ما يقبلهمش واللي مطردينهم من وراهم ومش متعودة هي حتى على كده، يعني ما عملتش رحلات زي كده قبل كده، والأماكن اللي كانت بتبقى ممكن تبقى موجودة فيها. وبعد ما قعدت في الدير المحرة يقولوا 6 شهور و10 أيام قعدتها في المحرة، جه الملاك تاني ليوسف وقال له ارجع، يعني احنا ما صدقنا نرتاح، قال له ارجع تاني. رجعوا تاني، رحلة طويلة اتكتب عنها كتب. كنت افتكر، ما اعرفش الكتاب ده متوفر، لانه مرة قريته كنا في المدرسة الثانوية، كان في كتاب اسمه اللآلئ السنية، كان كاتبه منقول عن اللي كتبه البابا ثيوفيلوس اللي هو خال القديس كيرلس الكبير، البطرك رقم 23، كاتب الرحلة بتاعت القديسة والدة الإله من خروجها البيت لحم لغاية ما رجعت تاني، حسب ما حكتها له الست العذراء، لأن هو كان في المحرة وقعد صايم ويصلي علشان يعرف إيه اللي حصل، لأنهم كانوا ناويين يدشنوا الكنيسة اللي كانت موجودة في الدير، فقالوا له لا، دي دشنها رب المجد يسوع بنفسه. فحكيت له على الرحلة اللي أخدوها من بيت لحم واللي مروا بيه. من احتمال القديسة والدة الإله حاجة يمكن مش بتلفت نظرنا كتير، وقت ما السيد المسيح كان ليه 12 سنة بالجسد، والست العذراء راحت هي ويوسف النجار ومعهم رب المجد يسوع، وهم راجعين الست العذراء فكرت المسيح مع يوسف النجار، ويوسف النجار فكر المسيح مع مين؟ مع العذراء. ورجعوا واكتشفوا هما الاثنين انه ده لا موجود مع العذراء ولا موجود مع يوسف النجار. ورجعوا كان السيد المسيح ليه ايه 3 ايام. فكتير من اباء الكنيسه يتكلموا عن الثلاث ايام دي انها من اصعب الايام اللي كانت على الست العذراء، يقول لأنه في أي وقت تاني الست العذراء تألمت وتعبت فيه كان السيد المسيح قدام عينيه، لكن الثلاث أيام دي مش موجود معاه ومش عارفينه هو راح فين. هل ابتدى الخدمة بتاعته فخلاص غاب عنهم ولا إيه؟ عشان كده لما رجعت قالت له هوذا أبوك وأنا، وشوفوا الاحترام بتقدم النجار عنها يوسف النجار، هوذا أبوك وأنا، وتقول له أبوك، وهي أول واحدة عارفة أن ده مش أبوه، لكن بتكبر بيه، لأن الكتاب بيعلمنا كده، بيقول لنا مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. قالت له هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك إيه؟ معذبين، يعني واحدة تعذبت وفي نفس الوقت كانت محتملة بشكر بدون تذمر، بشكر وبدون تذمر. يقول إنه أصعب من رحلتها لمصر الثلاث ايام اللي غابهم السيد المسيح في الهيك، اصعب من الرحله لمصر. شفتوا الرحله لمصر لما اتكلمنا عنها كانت صعوبتها ايه، لكن دي اصعب من رحلتها لمصر. This loss of Jesus than any she suffered more in this loss of Jesus than any martyr ever suffered in the separation of his soul from his body.
أصعب من ألام أي شهيد من الشهداء وقت انفصال روح عن جسد. عشان كده قالت له: وإذا كنا نطلبك إيه؟ معذبين. هو إذا كنا نطلبك معذبين. يقول الثلاث أيام دول ثلاث دهور بالنسبة للعذر. الثلاث أيام دول ثلاث دهور بالنسبة للعذر. مش بالنسبة للعذر بس. يعني شوفوا كمان حتى لما واحدة ست كده تكون مثلا رايحة تعمل شوبينج ولا حاجة ومعها ابنها ويغيب عنها يكون صغير. أعتقد قلبها بينخلع. يعني يمكن بتشوفوها مع أمهات. فما بالكم باللي حصل مع القديسة والدة الإله. الاحتمال لما تشوف رب المجد يسوع مصلوب. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه، مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. كنا واقفات. عشان كده تلاقوها في الأيقونة بتاعت الصلابوت، الست العذراء واقفة جنب الصليب. الست العذراء واقفة جنب الصليب. فاحتملت إنه تشوف ابنها مصلوب، ابنها وربها، وتشوفه مصلوب. والكلام اللي بيقولوه اليهود عليه، والاستهزاء والمسامير والشوك اللي على راسه والدم اللي نازل المسفوك منه. عشان كده بيقول القديس جيروم، بيقول انه الالام اللي تألمها رب المجد يسوع جسديا was a wound in the heart of the mother، كان جرح في قلب الست العذراء. احشائي تلتهب عند نظري الى صلابتك، احشائي تلتهب عند نظري الى صلابتك. ده كله علشان يعلمنا ان احنا يكون عندنا احتمال، ان يكون عندنا صبر. ده احنا مرات الواحد مش بيحتمل كل الحاجات اللي احنا بتكلمنا عنها من عم الست العذراء. مرات الواحد ما بيحتملش كلمة، بالرغم ان الواحد يعني لو فكر كده يقول يعني ايه الكلمة عملت لي ايه. يقول لنا الكتاب المقدس: لا تضع اذنك على كل الكلام لألا تسمع عبدك يسبك. ما تحطش ودنك على كل الكلام. لا، ده احنا عايزين نعرف الناس بيقولوا عننا ايه، وايه الكلمة اللي اتقالت في حقنا. ولو واحد ضايقني بكلمة عايز احفظها ما انساهاش. بالرغم الكتاب بيقول لي ايه: لا تضع اذنك، يعني اقفل ودنك كده ولكنك سمعت. واحد كنت اعرفه في مصر كان من الناس الحلوين اللي بيخدموا في الكنيسه، كان راجل كبير، فكان في ناس متضايقين منه فكانوا مرات يغلطوا فيه، فاولاده يتضايقوا ازاي ده غلط في ابونا ابوهم يعني. فالراجل كان يقول لهم: هي الكلمه لزقت، اعتبروا ما بيقولوش عليا، بيقولوا على حد تاني. ومرات الواحد ما بيقدرش يحتمل الكلمة حتى لو كانت ممكن يبقاش فيها شتيمة ولا غلط. وشوفوا القديس بولس الرسول في كورنثوس الأولى بيقول: نشتم فنعمل ايه؟ فنبارك، يفترى علينا فنعظ، يفترى علينا فنعظ. يقول: صرنا كأجزار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. فمحتاج الواحد ياخدها تدريب كده. مرات الواحد ما يحتملش
لو الطريق بس يعني مزدحمة، يعني فيه ترافيك في الفري واي كده، يبقى يعني وتسمعوا مرات ناس تغلط كتير. والواحد لو درب نفسه كده ان الوقت اللي العربية واقفة فيه في الطريق ولا فيه ترافيك، طب ده وقت الصلاة، كان يتبسط اكتر. كل ما تطول يقول لك هطول الوقت اللي بقضيه مع ربنا. مرات الناس ما بيحتملوش ولاده، والواحد بيسمعها كتير ان اباء وامهات مثلا ممكن يضربوا ولادهم الصغيرين بعنف. مرة أم قالت هالي، قالت كانت بتضرب ابنها عشان كان بيعيط بيصرخ لأنه كان مريض، بس هي مش محتملة، وده طفل طيب يعني مريض. أو أي ألم في جسم الإنسان تلاقيه مش محتمله، أو مش قادر يحتمل واحد شخص بيتعامل معاه والشخص ده صعب، ما بيقدرش يحتمل. وديت أفكركم فيها بداود النبي مع شاول. إيه اللي عمله داود وحش لشاول؟ ولا حاجة. ده وحش، ده الراجل كان بيجيله الروح الردي ما يطلعهوش غير شاول، غير داود، يعني بيريح. وقال له جوزك بنتي وخلف معاه، واداله التانية قال له ما يقرش حاجة. وعشان يجوزها له قال نخلص منه بس مش عن طريقنا، عن طريق الفلسطينيين. فراح عمل له المهر حاجات غالية بالنسبة له عشان يضيعوا فيها. وابتدى كل شوية التانية يحاول يقتله. وداود لما تتاح الفرصة لقتله يقول لا، ازاي ده مسيح الرب، ده ضربه قلبه علشان قطع جبته. ويقول له انت اما تدور ورا مين، ورا كلب ميت، ورا برغوث. ومرات الانسان ما يحتملش رئيسه في العمل، مرات مواقف صعبة بتمر على الإنسان. في واحد يحتمل، واحد يبقى تعبان ومتضايق. وانتوا فاكرين تعاليم قداسة البابا، يقول لك مصيرها تعدي، مصيرها تمر، يعني أي حاجة صعبة بتمر على مصيرها تعدي، مصيرها تنتهي. وديت بياخدها الإنسان حتى لفايدته. يقول في المزمور كده أحمدك إنك أزللتني لكي أتعلم، أحمدك إنك أزللتني لكي أتعلم. مرات الإنسان ما يحتملش أخطاء، يعني حد يكون بيعمل معاه ولا حد معاه في البيت ولا يحتملش، ولا تضيع فرصة من الإنسان تلاقيه تعبان، يقول له دي يمكن ما حدش يعرف كانت هتعمل إيه معاك. ولكن مرات الإنسان يبقى متضايق وتعبان. عشان كده الناس اللي تلاقيها علاقتها الروحية مع ربنا ضعيفة تلاقيها تعبانة كتير. وكل ما الإنسان يقرب من ربنا كل ما يرتاح، ايا كانت الظروف اللي بتمر بيها، ايا كانت الظروف اللي بتمر بيها. فلو جه حد مننا يتالم ولا يتعب ولا كده من حاجه حصلت معاه، يقول ده يجي ايه جنب اللي تعبته القديسه والده الله وهي الطاهره. يعني لو انا عايز ان ربنا يجنبني الالام، كان بالاولى جنبها للست العذراء، ما خلاهاش تتالم خالص. أمه، ولما تنظر لها في حياة القديسين وفي شهداء الكنيسة،
ده القديس بولس الرسول يقول شوفوا يعني ضيقت من داخل وضيقت من خارج وضيقت من شعبي ومن الأمم وفي المدينة وفي البرية وفي البحر ويسرد كل الألمات اللي تألم بيها في كورنثوس الثانية. الواحد يقول ده إيه ده؟ والواحد مننا مرات يبقى زي ما قلت لحضرتكم مش قادر يحتمل كلمة ولا موقف ولا تصرف ولا الشهداء بالألمات اللي مروا بيها. فالله هو القادر إن يدينا إن احنا نتعلم من حياة القديسة الطاهرة ولادة الإله، نتعلم من احتمالها وصبرها. أقول بصبركم اقتنوا أنفسكم لإلهنا وكل مجد دائم لأبد أمين. أشكر قدس أبونا بشوي وقدس أبونا رافائيل وقدس أبونا إسحاق على محبتهم اللي باستمرار بيتحولي الفرصة إن أنا آجي أخذ بركة الكنيسة وبركة القديس العظيم ماري مرقس الرسول وبركة الأباء الأجلاء وبركتكم. ربنا يعيد عليكم الأيام بخير، وربنا يدينا إن احنا ننمو جميعا في معرفته. لإلهنا كل مجد دائم للأبد أمين.